نقع جنبه. يجي بعض الاشخاص المساكين زي فضلت الاستاذه نرمين واحده عايزه 5000 جنيه عشان تجهز بنتها. يعني واحد مثلا عايز 4000 جنيه علشان ابنه عايز يعمل عمليه. اين دور الدوله في ايجاد بدائل وحلول لهؤلاء الاشخاص؟ ما بتكلمش من دور الدوله انها تديهم قروض ابدا. انا لو اديت بعد فتره معينه اجي الاقي خدمه الدوله او خدمه البنك المركزي الفلسطيني. لا انا بقول لك تعالى اعرف الدعم، حدد الدعم بتاع الدوله ما تحددوش على عينه معينه، حددوا على فئات. واحد وتعمل منظومه او بمعنى اصح اهدم المنظومه الحاليه. المنظومه اللي عندنا حاليا ليست منظومه التضامن الاجتماعي بالوجه الصحيح. منظومه البنك المركزي محتاجه اعاده هيكله قلبا وقالبا. منظومة الجهاز المركزي للمحاسبات محتاجة إعادة تنظيم قلبا وقالبا على بعض الأجهزة الخدمية. حضرتك تتخيل إن بعض الإعلانات اللي بتعملها الأجهزة بعض الإعلانات اللي إحنا بنسمعها على التلفزيون ديالنا لبعض الجمعيات الخيريه. معلش مع احترامي انا كنت بركب على وقت موقف الاوقات على اجهزه اعلاميه. هل تتخيل ان في قناه اعلاميه هتسمح ان انت تعمل عندي اعلان مجانا؟ لا طبعا. اقل اعلان بيتكلف مليون وبيتكلف لا مليون. طيب المليون ولا 2 مليون دولار جايين منين؟ لابد ان نسأل، لابد ان جهاز المركز المحاسبات يشتغل. انت بتعمل اعلانات ليه؟ واخدها ليه؟ وملفاتها فين؟ وراحت لمين؟ وهل انت هتروح تبدي فتزيد الحاجه ثم تزيد الاحتياج، ولا انت هتبني مشروع يضر عائد من العائد ده تبتدي تخلق فرص استثماريه لبعض الناس ديت وتخلق فرص عمل للناس ديت؟ اذا اقل من فرص التسول. انا صحيح من وجهه نظري ان اذا كنت هشجع الغارمات بان اسدد عن الغارمات، اذا انا بخلق نوع جديد من انواع التسول غير مقبول به قلبا وقالبا. احنا اتفقنا ان احنا عايزين نسد من البدايه، يعني يبقى في يعني عايز اقول من بدايات المنبع. من المنبع يعني الوقايه خير من العلاج. يعني احنا عايزين نقفل باب الغارمات دي ما تبقاش موجود خالص، ده اللي احنا عايزين نوصل له، نعالج من البدايه. النهارده يا
واحدة عايزة تجهز بنتها. طب انت عايز تجهز بنتك السنة دي؟ طب لا انا مش هديك الفلوس عشان تجهز بنتك، انا هخليك تعمل لي، هعمل لك بزنس او هعمل لك مشروع مصغر. المشروع المصغر ده على سنة أو سنتين هتجهز لبنتي وهيبقى رأس المال موجود. المشروع ده أنا هجيبه منين؟ مش ما خليش البنك بتاع بنك مصر يديها الفلوس أبدا. أجي بنك مصر، أنت عندك مودعين أو بنك زي البنك كده اللي أنت عندك مودعين؟ اه عندي مودعين. خلي المودعين بتوعك بمبلغ معين منهم نتيجة خصم ضرائب معينة عليهم، يشاركوا المستثمر ده ويشاركوا المستثمر الصغير ده في وجود جهاز رقابي. اكمل دي المحفظة الاستثمارية، ايه المانع ان احنا نوجد الاليه؟ ايه المانع؟ اخلق لكل شخص مشروع. ليه؟ المانيا لما بتروح انت حضرتك تقول والله انا هاخد قرض عشان اعمل المشروع، يقول له انا شريكك بنسبه معينه على انك تعمل، على انك تعين لي او معنى صح تقلل لي بنسبه البصاله عند كذا، الريت اللي عندك تبقى قد كذا، تخدم لي المنتج المحلي بكذا بنسبه معينه. يعني زي ما بتقول الاستاذ ان مين استغلال الموارد البشريه. انا قبل الاستغلال الموارد البشريه لابد ان انا اوعي الناس. لما يجي لي واحد يقول لي والله انا محتاج قرض، اقول له اوكي انت فاهم مخاطر القرض ده قد ايه؟ فاهم القرض ده لما تاخده بعد 5 سنين هتدفعه كام؟ يعني بدل ما نديله قرض نعمل له مشروع. ممتاز. انا بدل ما اديك قرض اعمل لك مشروع. وتحت اشراف الفرد يكسب. وتحت اشراف الدوله. يعني انا عايز اقول لك دكتور ايمن، حضرتك المفروض تبقى معانا بقى عشان نتكلم في الموضوع ده اكتر ان شاء الله في لقاءات قادمه. دكتور ايمن السيد استاذ التحليل المالي ومستشار في مؤسسه النقد الدولي، بشكرك ان شاء الله تكون معانا في لقاءات قادمه عشان نتكلم اكتر ازاي نغير من وجهات النظر. يا استاذه نرمين، يعني مهم جدا للجزئيه اللي اثرها، يعني انا واحد رايح اقول انا عايز قرض، لا بدل ما تعمل قرض انا هعمل لك مشروع صغير، ومن المشروع ده تقدر تكسب وتتربح، تدي تسد اللي عليك، وفي نفس الوقت تدور عجله وتقدر تحقق اللي انت عايزه في حياتك. لائحة بنك ناصر الاجتماعي فيها ان القروض التي يتم اعطائها للأسر الفقيرة او اللي بيغطيها البنك بتكون قرض حسن. انا مش عارفة ايه القرض الحسن
في ان موظفين يضمنوا واحد، وان الراجل يقعد يسد 5 سنين، وان ال5 سنين دول يكون موقوف سفر وموقوف اجازات، وان كمان يكون في فايدة 6%. ايه القرض الحسن في ده؟ بنك ناصر كمان مؤخرا عمل منظومة، هو مسؤول عن، هو مش مسؤول، هو عنده كجهة رقابية بتتابع كل أموال الزكاة على مستوى المحافظات اللي هو موجود فيها يعني. طيب أموال الزكاة، هل أموال الزكاة بتسترد؟ برضه سؤال مهم جدا يعني. أنا لما بنك مصر يقول لي أنا بتابع أموال الزكاة، هو اسمه بنك، أصل في المنظومة الاقتصادية بنك معناه أن أنا هاخد فايدة. طب هل أموال الزكاة يعطى عليها فايدة؟ وهو بأي حق، معلش، بنك ناصر كبنك يراقب على أموال الزكاة؟ لازم يكون في جهة. طب أنا لو قال لي بيت الزكاة بيراقب التابع للأزهر، مش شيخة الأزهر بيراقب على الزكاة في جميع أنحاء الجمهورية، أنا هوافق. صحيح. لكن تغيير لائحة، والكلام ده سنة 2013 على فكرة كان حاصل، تغيير لائحة على أموال الزكاة، أموال الزكاة لا تسترد. أنا دلوقتي واحدة بدفع زكاة، أنا مش مطالبة أن أنا أسترد فلوس، أنا لو صحيح شركة هسترد فلوسي، لو صحيح، بنك هسترد ده فلوسي، جزء لكن مهم، زكاة مش هسترد فلوسي. جزء ف مهم. وارجع واقول لك، انا مش استاذه اقتصاد، انا حد مجتهد بيحاول انه يعرف ايه الحلول، لان انا عندي حاله خلصنا لها 30 قضيه، وبعد ما خلصنا لها 30 قضيه فوجئنا ان من 10 سنين كان عندها قضايا راحت محكمه النقض، والقضايا دي هي متصالحه فيها ودفعت الفلوس، دخلت السجن طول شهر رمضان وقبل رمضان ب3 ايام، ب3 شهور يعني، قعدت 4 شهور في السجن علشان القضايا رجعت من النقض واحنا مش لاقيين سبب القضيه، يعني سبب القضيه اللي احنا اللي هي دفعت له من فتره من 10 15 سنه، مش لاقيه الراجل يعمل لها تنازل تاني ويقول ان انا الست دي دفعت لي وما عليهاش فلوس. مين اللي اشتكاها؟ المحامين اللي كان معاهم الوصولات تبع الشركه. ودي نقطه بتثار برضو، في شركات في كل محافظه على فكره، لا محافظه الشرقيه ولا اسماعيليه ولا بورسعيد بس، في كل محافظه بنروح فيها بنسال بنلاقي ان في منظومه، في شركه او مكان بيطلع اقساط على المطلق، يعني هو مش فارق معاه دي غلبانه دي فقيره دي كده، على المطلق هو يطلع وهي وياخدها يوزع الوصولات الامانه بتاعتها على مجموعه من المحامين، المحامي ياخد 1100 جنيه على، لا ياخد 1100 جنيه على التنازل، ورقه التنازل اللي بنعملها عند النائب العام عند المحامي العام، ياخد مبلغ عليها والباقي يتسد راس المال لصاحب المال كده، كل مستفيد بس ما عدا الفقير لا يستفيد. الناس دي لازم تعتقل. انا بيتهيألي حرام.
أصحاب الشركات اللي بيديروا شركاتهم بهذه الطريقة لازم يعتقلوا. كان في عربيات بتمشي في الشارع تقسط للناس والناس ما بتصدق تاخد وما فيش توعية. وبعد 3-4 سنين تلاقي في السجن عندنا حالات كتيرة كده. يعني أنا أقعد أحل 30 قضية لسيدة لمدة 2 سنين شغل واجتهاد وتعب مع مجموعة المحامين اللي عندي, وفي النهاية وفجأة إنها بتدخل السجن تاني وتدفع 16,000 جنيه, راحوا منهم 15,000 للمحامين و1000 لا 2,500 سداد والباقي كله للمحامين. احنا سددنا 2,500 سداد للسيدة, انا رفضت ان انا ادفع للمحامين وهي لمتها من جيرانها ومن الناس اللي عندها ودفعت بس المبلغ اللي عليها 2,500, وهي دفعهم من 15 سنة او اقل. فين يعني ده كده احنا عندنا مشكلة تشريعية لازم يتبصله بصة جامدة, لانه عنده مشاكل في كل مراحل بيمر بيها. يعني اللي حضرتك بتقوليه ده شيء صعب جدا. بعدين يعني احنا ماضيين على معاهدات دولية بتقول للسجن الدين تعاقدي. يعني احنا العهد الدولي الخاص السياسية الاقتصادية بالحقوق السياسية الاقتصادية بيقول للسجن الدين تعاقدي المادة 19. فده فين؟ ده فين للسجن الدين تعاقدي؟ تمام. هنرجع تاني ل جمعية حياة للتنمية, وده مؤسسات ومؤسسة. وهنرجع تاني نتكلم على دورها, مهم جدا ان احنا بنقول للغريمات اللي بخرجهم من السجن عندهم مشاكل نفسية, عندهم مشاكل اجتماعية, عندهم مشاكل اقتصادية. الاقتصادية يمكن نتكلمنا على اجزاء منها, ازاي يبقى في شكل جديد في ادارة الموضوع الاقتصادي, انك ما تدهم ما تكردهم عشان تحاول تعمل لهم مشروع يتمشى معهم يقدر يحميهم من انهم يسألوا او انهم مرة تانية يقترضوا يرجعوا مرة تانية للسجن. لكن الجانب النفسي مهم جدا اكتر من الجانب الاقتصادي والجانب المجتمعي. احنا لما بدأنا قلت لك المنظومة بتاعتنا اكتشفنا ان الكل بيوفر محامين, لكن المحامين بيحلوا المشكلة المبدئية اللي موجودة, لكن محدش بيوفر جلسات نفسية. جلسات نفسية بتوفر كاسما جلسات نفسي ودعم اجتماعي, لكن هي عبارة عن جلسة واحدة بتقعد الأخصائية الاجتماعية أو النفسية تابعة للمؤسسة مع الغريمة أو حتى خريجة السجن اللي هي بتخرج بتؤدي عقوبة وتخرج. وعلى فكرة أنا ما بلاقيش غضاضة في إن أنا أقول إنها خرجت من سجن, لأن السجن مش عيب أيا كانت الجريمة, لأن هو قضاء عقوبة. أنا عملت جريمة وقضيت عقوبة, المفترض إن بعد العقوبة يعاد دمجي في المجتمع وأرجع أعيش تاني. أنا مش بموت. المفروض يكون الشكل ده اللي موجود في المجتمع, لكن بصة المجتمع هي دي اللي عندنا نظرة المجتمع
هما في غاية السوء للحالة دي. احنا الحالات فوجئنا ان هي بتاخد وقت طويل جدا، اولا انها تقاوم الوصمة، او بالتالي بتعمل مجتمع موازي، بمعنى ان انا خرجت من السجن علاقاتي، انا شخصيا درست مجموعة العلاقات الخاصة، كان عندي مشاكل مع الاهالي والازواج في الجزئية دي، ان السيدة بتتسجن من 6 شهور لسنة، وفيما يعني فيما فوق دي بتبقى علاقاتها بتبقى اقوى بمجموعة السجن اللي كانت معاها، السيدات اللي كانوا معاها جوه السجن، تنقطع علاقاتها تماما بالمحيط المجتمعي اللي هي بعد كده خرجت لي، خرجت بره وهي في بيت جوزها، تقعد تتصل بالناس اللي كانت معاهم في السجن تطمن عليهم، يبقى في رابط نفسي معاهم، الزوج بيرفض ده، بتحصل مشاكل، بيحصل الطلاق، بتروح لأسرتها، أسرتها برضو بترفض إن هي يبقى ليها علاقة بالمجموعة دي، وهي المجموعة دي بتكون عاشت كلت وشربت ونامت وصحيت معاهم لمدة طويلة، وما كانش في حد قدامها غيرها، فالرابط النفسي ده عشان نكسره احنا بناخد وقت ومجهود. دي نقطة. النقطة التانية ان هي بتلاقي ان المجتمع اللي حواليها بينبذها، بتحاول يا اما تخبي، يا اما لو واجهته كانت قوية بتتعرض لضغوط، ضغوط زي اولا الفيش والتشبيه لما بيطلع فيه السابقة، ودي مشكلة جدا. انا بدعو بس رئيس الجمهورية ان يصدر قرار يعني انساني، وبرضو ارجع واقول ان دي مش يعني دي مش مهمة رئيس الجمهورية، دي مهمة وزارة العدل والمستشار الزند. انا اعتقد ان هو يعني ممكن يعمل حاجة بسيطة زي كده للسيدات كمان اللي خارجات السجون، حتى نبدأها يعني يا جماعة نبدأها حتى بالغريمات، بلاش نحط ال 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 السابقة في الفيش والتشبيه، نمسحها تماما. أنا قضيت عقوبة، يبقى أنا قضيت ما عليا، ليه أقعد 5 سنين عشان أعمل رد اعتبار؟ أستاذة نرمين، هو مش بيبقى في تقييم نفسي للسجين اللي خرج وبيندنوا في المجتمع؟ لا، احنا عندنا في السجون اجتماعي، ما عندناش تقييم نفسي الا للمريض النفسي. لا، المجلس القومي لحقوق الانسان مؤخرا السنة اللي فاتت تقريبا قدم طلب مصلحة السجون ان هو يكون في اخصائي نفسي داخل السجن، هو حقيقة بيبقى موجود طبيب نفسي بيجي لبعض السجون، يعني سجون المحافظات، بعض السجون بيجي فيها، سجن بورسعيد هنا فيه، بيجي مثلا مرة كل شهر ولا حاجة يتابع الحالات اللي تم تحويلها على المستشفيات النفسية، الحالات المريضة النفسية. تمام. لكن الحالات اللي هي عندها مشاكل الوصمة، مشاكل انا مش عارفة هخرج اعمل ليه، مشاكل مع الارشاد الاسري، حتى الارشاد الزواجي، بعد ما تخرجي هتروحي فين، هتيجي منين؟ عايزة اقول لك ان المشاكل
السجن عشان حاجات تافهه وبسيطه جدا، يعني حاجات بسيطه مش هي اللي تخليها سيده مجرمه يعني، او سيده عملت مشاكل كبيره قوي، ان يبقى ليها وصمه في الفيش والتشبيه بتاعها، ان يتقال انها اتسجنت لمده كذا يطلع لها يعني، اترفت كمان من شغلها، اترفت كمان من شغلها يعني. موضوع برضو العقوبات التكميليه دي احنا عاملين فيها رافعين قضايا وعاملين فيها بحث، لان انت بتتكلم عن انا يعني السيده اتسجنت وبعد ما اتسجنت هترفدها من شغلها، واثناء فتره ما هي بترفدها من شغلها انت قطعت صحيح يعني الرزق ما حدش بيقطعه، لكن انت كمنظومه حكوميه، سيبك من المنظومه الدينيه يعني، منظومه حكوميه انت قطعت عيشها، طب انت ما هي ادت عقوبه، طب انت ترفدها ليه؟ تضيع عليها شغلها ليه؟ يعني هتديها معاش مثلا، طب المعاش ده مش هيأدي فترات الخبره، فاحنا بنعاقب بصوره يعني يعني لك انها بتطلع اقوى من الجرم نفسه يعني. انا عندي حالات قتل خطأ، انا عايز افهم القتل الخطأ اللي خدت 7 سنين من عمرها، 7 بتوصل القتل خطأ من 7 ل 10، 7 سنين او 10 سنين من عمرها هو السجن، عربيه ضربت واحد او واحده اتخانقت مع واحد عكسها فتنرفزت عليه، بس الموضوع كان ازيد من هي تمسك له سكينه وكان معاها بالصدفه سكينه ضربته وموتته. ليه القتل الخطا يطلع تلاقي نبذ مجتمعي مش عارفه تعيش في قريتها، مش عارفه تعيش في بيتها، مش عارفه يعني مش عارفه انها تواصل حياتها يعني. فدي كلها يعني انا عايزه اقول الوقت بيجري بسرعه كبيره جدا، والموضوع كبير، لان موضوع الغريمات ده احنا لازم نهتم بيه، مش فقط ان احنا نقول ندفع عليهم فلوس وانهم يطلعوا، لكن بعد الطلوع في مراحل لازم نهتم بيها، مراحل نفسيه نهتم بيها، مراحل المجتمعيه، مراحل الاقتصاديه، لكن الوقت بيجري مع حضرتك بسرعه جدا يعني، احنا لسه قدامنا كتير، لكن اول اهم المعوقات اللي موجوده عندك بتعيقك شويه، انا شايفه ان انت عندك معاناه جامده يعني، عندك كام سيده؟ لا احنا احنا يعني عندنا حوالي 300 حاله لغايه دلوقتي. ده باش الشرقيه الشمالية بورسعيد، ما يعني داخلين معاكم ضمن مؤسسه شرقيه الشمالية بورسعيد. ده شيء جميل جدا تشتغل في محافظات، لان خدي بالك الشرقيه ما فيهاش سجن النساء، سجن النساء موجود في سجن بورسعيد، وسيدات الشرقيه بيروحوا كمان سجن دمنهور، فاحنا يعني قريب هنفتح في اسكندريه علشان يكون قادرين ان احنا نتواصل مع سيدات دمنهور. انتوا بتتواصلوا مع سيدات داخل السجن ولا بعد ما والله احنا مقدمين طلب قريب لوزاره الداخليه، يا ريت يعني يردوا علينا، لان احنا بقالنا شهرين مقدمين تقريبا لطلب ان احنا ناخد اسماء المفرج عنهم من السيدات او الحالات المرضية.
مريضه من الرجال قبل خروجهم بشهرين، من شهرين لثلاث شهور عشان نقدر نساعدهم معاهم قبل ما يخرجوا للمجتمع، على الاقل اجمع معلومات عن الاسره. هل الست دي، انا عملت ملجا امن لنساء المعنفات مره في يوم واحد، كان داخل لي خمسه، يعني ما فيش الستات دول بيروحوا فين؟ ما هي بتطلع بتلاقي الاسره مش هتستوعبها. فانا لازم اعرف قبل ما تطلع انا مش عايزه ادخل سجن، انا مش عايزه ادخل اكلمهم جوه السجن. المحامي هيدخل يشوف طلباتهم جوه وياخد منهم معلومات. لما تطلع انا عايزه اعرف الست دي ساعه ما تطلع من باب السجن هتلاقي سكن، هتلاقي مشروع، هتلاقي محل، هتلاقي فين، هتلاقي مين. انت بتتكلمي في موضوع مهم جدا، انها قبل ما تخرج تواجه الحياه. انت انا مش عايزه اكتر من انا اقول لها انت لما تخرجي عندك زوج داعم، عندك اسره كانت بتزورك في السجن، عندك اطفال متقبلين، عندك اطفال تسربوا، عندك اطفال عندهم شهادات ميلاد، ولا جوزك مسجون وانت مسجونه وولدتي جوه السجن وطلع طفل ما عندوش شهاده ميلاد، فهتلفي دايره انت والمؤسسات الاهليه وتروحي هنا وتروحي هنا. انا يعني كلمه يعني ان انا يعني قلبي معاكي، واكيد المصريات كتير بتشوفك الان برضو قلوبها معاكي. احنا مش كفايه بس قلبنا نكون معاكي، لكن احنا فعلا عايزين نساعدك، لان انت بتسعى لهدف سامي جدا، هدف انك بتحاولي تقفي بجانب سيده او بجانب رجل قبل ما يخرج للحياه، تعدي فعلا لمواجهه الحياه وتاخدي ليه مكان انه يعيش حياته كما ينبغي ان يكون. اسمع الناس، يعني انا ابعت لك حالات من عندي تسمعيهم، اسمعيهم وخلي المسؤولين يسمعوهم علشان يطلعوا منهم الحلول. مش احنا اللي بنطلع الحلول، احنا باحثين، احنا صحيح. حتى لو احنا مقدمي خدمات، انا والفريق اللي معايا، يعني الفريق اللي معايا افضل مني بكتير بمراحل، لان هو اللي ساعد ان هو يعمل المنظومه دي ويساعد الناس. صحيح. لكن انا بتكلم على ان الناس لازم نسمعها، اللي عندهم المشاكل دي لازم نسمعها، خصوصا في المشكله هم اللي يعرفوا الحل منها فيها ايه. يعني انا عايز اعرف ال 42 اللي رئيس الجمهوريه طلعهم، يعني انا كده بغير، يعني 42 اللي رئيس الجمهوريه طلعهم معظمهم خدوا شقق في القاهره، معنى كده انهم كلهم من سجن القناطر. ليه سجن القناطر؟ يا فندم عندنا سجن بورسعيد، يا فندم عندنا سجن بنها مليان غريمات، سجن بنها مليان غريمات. في الطريق يعني اليك، انا اتمنى ان المجتمع كمان يتبنى هذا الاتجاه، ونحن كلنا نقف ايدينا في ايدين بعضنا، لانهم قطاع وموجود بينا، ولازم ان احنا نقف كلنا ونساعدهم. لك كل الحق، ولك كل الخير، ولك كل الدعوات. ان بالفعل انا سعيده ان انا اقابل سيده زيك متحمله هذا الاتجاه وبتسعى فيه وعندها العديد من المشاكل، لكن اكيد بالرغم من كده بتحفري عشان تقدري تجدي حلول للغريمات. انا سعيده بيكي، ان شاء الله تكون لنا لقاءات ثانيه هنجيبهم.
ونسمعهم ونقدمه للمسؤولين، لعل وعسى ان احنا ايدينا في ايديكم احنا نصل لحلول تجعل لهم الحياه التي ينبغي ان تكون لهم. استاذه نرمين البحتيتي، مدير عام مبادره ابدا العداله المجتمعيه حقوق الانسان ومدير تنفيذي مؤسسه حياه للتنميه ودعم مجتمع سعيده بلقائك، شرفتينا، اتمنى هقابلك في لقاءات قادمه ان شاء الله حتى نصل لحلول في هذه القضيه. مصر بلا غريمات، ونسد الموضوع من البدايه، الفجوه من البدايه لابد انها تسد بوعي المجتمع ووعي الناس حولها. بشكرك، شكرا ليكي، بشكركم اصدقائنا مشاهدينا. الاسبوع القادم بنتجدد اللقاء، حتى اللقاء لكم ارق تحياتنا والى اللقاء. انت يا بنت سالي، بنت ما تبيتك، انت مين يا